زیارت روز سه‌شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا خزان علم الله، السلام علیکم یا تراجم وحی الله، السلام علیکم یا ائمه الهدى، السلام علیکم یا اعلام التقى، السلام علیکم یا اولاد رسول الله. انا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.